دروب شيبين. المهم هادشي الا بغيتو تخدموا، ما بغيتوش تخدموا سوقكم هذاك. غادي نحاول نسالي الفيديو الان. فون كيسز كيتباعوا بالزربه في الاي بي، فون كيسز نعاودها مره اخرى كيتباعوا بالزربه في الاي بي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم مايكروفون هير. ناصر عايز فلوكس، مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله، سون مونتاج بدون مونتاج. انا ما كنديرش المونتاج وما عنديش الوقت للمونتاج، فقط عندي الوقت باش ننشر المعلومه ليكم الخوت وانتم تكملوا من عندكم الخوت. تنقول لكم الخوت بلا دروب شيبين فيه الفلوس ديال بصح، والاي بي فيه فلوس كتباع فيه الاشياء بزاف. مهم اول حاجه بغيت نقول لكم الخوت بلا مازالين عاقلين بلا من شريت هذوك الكيسز ديال التليفون اللي قلت لكم واحد النهار، قلت لكم بلا راه هادو كيتباعوا كيحققوا اكثر من 500 مبيعه في النهار في اي واحد كيحط هاد الغشاوات ديال التليفون، الكيسز ديال التليفون كيتباعوا له. قلت لكم هذه الطريقه هذه وجربت وشريت امامكم، شريت منتوجات من تشاينا وجبتها للدار. بالنسبه لكم انا عندي جوج ديال لي كاتيجوري ديال الناس، كاينين الناس اللي كيجيب السلعه للدار من غير المغرب، الا كنتي في المغرب ما تجيبش السلعه، الا كنتي في امريكا كنتي في فرنسا ولا شي ما كنتي في امريكا جيب السلعه، الا كنتي في المغرب دير دروب شيبين. باش ما نقراش التعاليق ديالكم وتقولوا لي يا ناصر بغيت نشري السلعه نجيبها للمغرب، هذه تشريها بدولار توصلها للمغرب باش تشيبيها لامريكا عاوتاني خصك 40000 دولار. المهم اخوتي دروب شيبين هذه فقط غير دروب شيبين. اما بالنسبه للناس اللي باغي تجيب السلعه لامريكا راه سلعه راه مزيانه، طريقه مزيانه. المهم باش نحاولوا نجمعوا كاع الموضوع كامل في خلاصه واحده، هادو ديال التليفون اخوتي كيتباعوا بزاف. درت فيديو الاول شريت واحد الكميه وجبتها للدار، سالات لي ديك الكميه، جبت كميه اخرى سالات وماشي سالات، بقاو لي منها جوج الخوت اللي هما هادو. كما بغيت نقول لكم الخوت دابا غادي نمشيو عاوتاني للاليكسبريس وغنوريكم المنتوج اللي كيتباع بسرعه جدا والحمد لله كنحقق به مبيعات. المهم عندي الاي باي ستور دابا، عندي الاي باي ديالي كيجيب لي مبيعات، كاين نهار اللي تجيب ثلاثه مبيعات، كاين نهار اللي تجي جوج مبيعات، كاين نهار اللي ما تجيب حتى مبيعه. المهم داكشي سون ادز بدون اشهارات بدون حتى شي حاجه، اي باي هو العمل هو الطريقه الوحيده الا بغيتي تخدم فيها. كنتي ناقص 18، الا كنتي اقل من 18 حاول تشوف، حاول صايب الاكونت ديالك، يقول شي واحد يصايب لك الاكونت ولا الوالد ديالك ولا خوك الكبير ولا شي حاجه وتخدم على راسك. انا راه ما نقدرش نقول لك شي حاجه من غير هذا الشيء. المهم الخوت دابا نمشيو ان شاء الله بحول الله الاليكسبريس ونشوفوا هذا المنتوج اللي كيتباع تيتباع دغيا تيتباع، والناس شراو الالاف من هذا الشيء وكيبيعوهم الان في اي باي بواحد الثمن اللي هو انا شريتهم بدولار وكنبيعهم ب 10 ديال الدولارات. كنشري هادو بدولار تنبيعهم ب 10 ديال الدولارات، فيهم الفي ديال اي باي، الفي ديال سميتو ديال اي باي ديال باي بال، وكاين عاوتاني الفي ديال كيفاش نشيبيها. من كنشيبي هادي بجوج فاصله 96 2.96 باش كنصيفط هذه. المهم الخوت نبقاو دابا في الشرح. خوتي خواتاتي كما تشوفوا هذا هو الاليكسبريس. الا درنا فون كيسز هنايا الخوت كما تيبانوا لكم هنا فون كيسز، تلقاو جميع الاغشيه ديال التليفون كما تيبان لكم هنا. سمحوا لي بالصداع، غيكون شويه صداع، غادي نقرب شويه للميكرو. كما تشوفوا الخوت هنايا هادو هما ديال التليفون، هادو هما اللي كيتباعوا بزاف. الا دخلنا للاي بي هنايا، الا دخلنا للاي بي دير غير الاي بي بحال هكايا وغدير فون كيسز هكايا كما تتشوف ها هما بحال هادو. شوف 54 وحده تباعت، اي حاجه اي ريزولت تلقاها هنايا، اي نتيجه تلقاها تلقى 900 تباعوا، 786 تباعوا، هادو اللي فيهم الوردات 9.99 هادو ضروري تلقاهم هنايا في اليكسبريس كيديروا 1 دولار. المهم غنشوفوا هنايا، هنايا شوف هيا بدولار، شوف شحال هنايا غادي تلقاهم. عرفتي بيع غير في هادو في الاي بي، دير الا كان عندك ستور في الاي بي حط هادو في الاي بي ودير دروب شيبين انت فقط، ما ديرش 9 دولارات حيت نتايا حيت غادي يبقى تشيبي من تشاينا، دير شويه رخيص باش الناس واخا هكاك يصبروا. كما تشوفوا الخوت هادو تحطهم في الاي بي يتباعوا، هادو تحطهم في الاي بي يتباعوا. هذه هي اللي كنبيع انا الان، هذه هي اللي كنبيع. شوف شحال من واحد شرا هاد 50000 اورر، 50000 ديال البيرتشيس ديال اللي شرا. كما تشوفوا هنايا تتلقى الالوان، ها هما الالوان، ها هما الالوان، ها هما الالوان، الوايت هذا البلاك
هنا لا تدير تليفون اللي بغيتي فور ايفون 7 بلس ولا فور ايفون 8 ولا فور ايفون 8 بلس. المهم غادي تختار انت التليفون اللي بغيتي وغادي دير اد تو كارت وشريهم كما بغيت. كما تشوف الخوت هنايا بقاو ليا جوج, كما تشوفوا بقاو ليا جوج هما اللي بقاو ليا ان شاء الله بحول الله. غادي نسالي هذا الفيديو هذا فقط, بغيت غير في سبيل الله نشارك معكم هذا الموضوع هذا. انا ما كان لا ابالي يا الخوت الا درتوا ليا زير ديسلايك ولا شي حاجه, انا حاولت نعطي معلومات وكنمشي نخدم. الا دخلتوا للاي بي ديالي كما تشوف فينا هو التليفون ديالي, من تدخل الاي بي بحال هكايا تتلقاني تتلقى باللاتس. ها هو الاي بي ديالي في التليفون, غندخلو لهنايا فين هي السيرينغ. مين كتدخل للاي بي وكتلقى باللاتس 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 باش ما نسحابكمش غير نخربق. مين تدخل للاي بي تتلقى شوف ها 700 دولار. هاد 729 دولار الخوت باش درتها باش درتها درتها غير من هادشي ديال اليكسبريس. اقسم بالله العظيم الا غير بهادشي ديال اليكسبريس. هادشي علاش الاخوان تنحاول فقط غير نشارك معكم هادشي في سبيل الله وكندوز, ما غاديش نحاول نسخسخ راسي لا واه ناصر هادشي راه في امريكا راه الناس يديروا الدروب شيبين وكيحققوا اكثر من هادشي اللي انا كنحقق. اقسم بالله العلي العظيم الا الناس يديروا الدروب شيبين وهادشي هاد 700 دولار ولا هادي راه غير تخربيق. اقسم بالله العلي العظيم الا غير تخربيق. كاينين الناس اللي تحققوا الاف الدولارات غير فقط من الدروب شيبين. المهم هادشي الا بغيتوا تخدموا, ما بغيتوش تخدموا سوقكم هذاك. غادي نحاول نسالي الفيديو الان. فون كيسز كيتباعوا بالزربه في الاي بي. فون كيسز نعاودها مره اخرى كيتباعوا بالزربه في الاي بي. الله يعاونكم.